لا يا حاج، انت عارفني كويس، انا مفيش كلمة هتطلع من بوقي. انا عند وعدي ودي امانة، وانت عارف يعني ايه امانة. معلش يا حاج، هو بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هي ليه جايه تسال عن والدتها دلوقتي؟ ادهم ماجدة، انا ما اعتقد يوم قصرت وياك بشيء، ويا الوقت اللي تردين في الامانه. انا عمري ما حنسى جمايلك علي، وده لازم ترد الكويت بطريقتك، بعدها خلى الباقي عليه. بس لازم تسمعين كل كلامي وتنفذينه بالحرف الواحد. هودا نازلة بأي فندق؟ ما راح أصدق لو بتقول لي صدفة. زين، على الأقل حطي عينك بعيني علشان تعرفين إذا أنا صادق ولا كاذب. على الأقل تقرين عيني. يعني ما في مجال كلش، احنا ساكنين بالفندق مع بعض. لا لا لا، انت مو ساكن هنا. يعني ساله عني بالريسبشن. زين، سؤالك هذا يعني اعتبره اهتمام ولا فضول؟ شوفي، انا وفيت بوعدي، هاي ثاني مره احنا قاعدين مع بعض ونشرب قهوه، بس مو غريب انك انت جاي القاهره على الحزه. ما أدري إذا يصير أقول لك ولا. والله أنا بكون مستمع جيد، ويمكن أنصحك تسوين وأساعدك بعد. أدور أمي. أوبا، يعني هالسوالف ما تصير بالأفلام بس، أنت بالصج. لا، واضح إنك مستمع جيد. خلاص، أنا بسكت وما راح أتكلم، وبساعدك تلقين أمك إن شاء الله. اللي تعنيت لها قالت لي ما تعرف شيء، انكرت، وانا متاكده ان هي تعرف اكثر من اللي انا ابي. انا كلامك انك انت ليه ما شفتي امك؟ ما ادري اذا قصدك انه ليش الحين انا قاعده ادور عليها. لان ابوي قال لي ان هي ماتت، وقبل يومين شفت صورتها بالجريده مقتوله. مقتوله؟ شلون قاعد تدورينها؟